الناس بتقول ان المملكه العربيه السعوديه عامله حظر على مساله اللايف على تيك توك، وفي هناك شيء من الرقابه والحظر للتطبيق. هل شايف ان الصح ان يتم الحظر ده في مصر وفي غيرها من الدول العربيه، ولا الحظر هيخلي الناس تدور عليها بطرق احتياليه اخرى؟ ده حقيقي، هو في حظر على التيك توك، لكن عندهم سناب، وسناب اضلوا سبيلا، واللي عايشين في المملكه عارفين يعني ايه سناب شات ومشاكل السناب شات اللي موجوده هناك. ولكن في الحقيقه تكمن الفكره في القناعات الشخصيه. يعني المنع حل ولا مش حل؟ والله حل، ولكن الممنوع مرغوب. انت بتتكلم مع شخص نرجسي غرقان في نفسه، شايف انا يعني طول ما هو بيعلي الانا بتاعته انا لازم اكون موجود، لازم اتشاف، المتابعين بتوعه انا باثر فيهم، ويتنرفز لما المشاهدات بتاعته بتقل، وطول الوقت هو في صراع داخلي على انه هو بيجيب عدد لايكاته، وبين حاجه نسميها تسول السوشيال ميديا، متسولين السوشيال ميديا. هو بالفعل متسولين زي ما انت قلت في بدايه الحلقه، كبس مش عارف في كلمه كده بيقولها بس مش فاكرها، ويبعتوا اكسبلور ده وجحفل وحاجات كده، مصطلحات ما اعرفش هم عملوها ازاي، يعني غير الانحراف الاخلاقي اللي عملوه، بوظوا حتى اللغه بتاعتنا. صحيح. يعني اللغه العاميه حتى، مش بس انا بتكلم كلغه عربيه. فنخش بقى، هو نرجسي، انا يهمني فلوس، انانيه، انا عايز الفلوس، عايز الشهره، عايز اكون موجود، ما عنديش مشكله في التنازل. انت محتاج انك تعمل لي المتابعه والفولو بتاع الفولور والحاجات اللي بيعملها دي، وناسي خالص مظبوط القيم. انت لما تتكلم مع واحد اسمه كروان مشاكل، لما تقول له القيم دي وتتكلم معاه، واحد ابتداء مش عارف الفرق ما بين الجامعه والكليه، لما تساله يقول لك انا جامعه حقوق. يا حبيبي ايه جامعه حقوق دي؟ يعني انت لخبطت الدنيا. يعني ايه يعني جامعه حقوق عين شمس؟ فانت ما عدتش اصلا، ولا خلوا ناس من لا شيء بقوا شيء، وناس اميين اصلا. يعني ما هو ده اللي بحس انا دايما بقول للناس، انا عارف ان ده اسمه التوجه الراسمالي. نعم. واني فعلا لما النظام الشيوعي في الصين حب يبين قد ايه الراسماليه مهمه، وانصار الراسماليين في الصين بينوا، فعملوا التيك توك ده وسابوه يغدق على نفسه بالفلوس، وعلشان يبين انصار الراسماليه عندهم. نعم. بدليل ان هو ما عندهمش جني اموال منه، لان هم نظام شيوعي مع عكسنا تماما. ما عندهمش النظام ده. اللي بيستفاد اكتر الشرق الاوسط واوروبا من التيك توك وفلوسه، لكن الصينيين نفسهم مش بيستفادوا منه. نعم. ان هو ما عندهمش نظام جني الاموال منه. الفكره ان هو نظام الرأسمالية ده، هل فعلا في حد جاب الناس دي من اللاشيء، من العدم بكل انا اسف؟ هو لازم يتعلم، لازم يبقى عنده نوع من المحو الاميه الثقافيه اللي عنده، يعني ناهيك عن الاميه اللغويه اللي لازم يظبطها، والفهم ان هو مش فاهمين. نعم. حتى الشخص اللي اسمه احمد اللي بيتكلم باسم الدين، انت بتجيب لي مذكره مفكره فيها اسئله سين جيم من الابتدائي، وعايز تقول لي ان ده الدين؟ يعني طب انت بتفتي على ان منهجيه الفتوى عندك ايه؟ طب مش هقول لك مذاهب يا عم عشان ما تقولش متعصب، فكرك ايه عن ماده زي اصول الفقه؟ انت بتتكلم ناس دين ازاي وبتفتيهم ازاي؟ وفي الاخير بيسالهم اسئله سين جواب. عارف الاسئله بنعملها في الحضانه لتشجيع الاطفال على القراءات الدينيه؟ لا، وتقول لي ادعوهم واسترشدهم واهديهم؟ لا، ادعو نفسك واسترشد نفسك الاول. اشكرك.